ليه مش لازم تستعملوا اشياء موجوده بالمطبخ على بشرتكم؟ مش رح نلف وندور على بعض، اكيد كلنا جربنا نعمل ماسك القهوه ونحط الليمون على بعض المناطق ليفتحها وبيكربونات الصودا على الحبه، بس هاي الاشياء تعتبر جدا مؤذيه لبشرتكم لاسباب كثيره، ولكن اهم سبب يعتبر انه كثير من هاي المكونات طبعا فيش فيها مواد حافظه واحنا عم نحطها على بشرتنا، ومرات بنخلطها مع اشياء تانية مش لازم تنخلط معها. وبفهم وبعرف انه هاي المكونات هي نفسها اللي موجوده بمنتجات العنايه بالبشره، ولكن في منتجات العنايه بالبشره بتكون تعرضت للكثير من التستات والكثير من العمليات اللي بتخليها مناسبه لاستخدامها على بشرتنا. فدائما قبل ما تعملوا اي شيء في المطبخ تذكروا انه حاجز بشرتكم مش كثير قوي، وبعد هاي المقشرات اللي عم تستخدموها ممكن تخرب حاجز البشره، والاصخم من هيك انه الكثير من هدول المكونات اللي عم تستخدموهم فيهم بكتيريا ممكن تسبب لكم مشاكل. فحتى لو عم بتحسوا حالكم عم بتوفروا مصرياتكم وبتوفروا وقتكم، إلا إنه هذا الإشي رح يخليكم تدفعوا كتير أكتر لقدام. فمن هلأ بنصحكم تشتروا منتجات عناية بالبشرة مناسبة لكم، واتركوا المطبخ للأكل.